طيب طلبنا العزاء. إذن طلابنا الأعزاء، نصلي على نبينا محمد ونقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في محاضرة جديدة، واليوم راح نحل واجب المضارع المستمر ونكمل شرح المحاضرة. اليوم تقريبا نصف الدورة، هذه المحاضرة رقم 5، وإن شاء الله يعني وصلنا إلى مرحلة جيدة جدا. أولا أحب أهنئ الموجودين ويانا والطالب الموجود ويانا لحد الآن ومستمر ويتابع ويانا، أحب أقول له مبروك، لأن أنت والله العظيم طالب مجتهد وأنت طالب تستحق النجاح، فأحب أبارك لك لأن وصلت لهاي المرحلة وظليت استمرت وياي لحد هاي اللحظة. أنت فعلا طالب مجتهد، اللي يحضر وياك 5 محاضرات ويتابع وياك هذا فعلا شخص يتحدى الظروف. واكو اشخاص راح يظلون يتبشبشون ويتظلمون طول حياتهم، النهار كله تيبكي والظروف وما عندي فلوس واهلي، ويتظل يتبشبش بالالكتروني ما يقدر، بالحضور ما يقدر، تلقاه بكل شيء ماكو، يبكي النهار كله يتظلم. اكيد اكو ناس عندها ظروف، كل الحب والاحترام والله يساعدهم يا رب، ولكن اكو ناس تحب تبشبش، تحب تظلم، يحب يدور لحجه، بكي الله يتمنى يصير عنده ظرف على مود يقوم يتبشبش، والله ما اقدر يا شيخ صديق كذي بابا، انت الظروف من يجيك حاربه حرب وانتصر علي، من يكون عندك ظرف انتصر على ظرفك. يقول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبره. انت مو عبالك لعب، يا هو اللي كان نجح نجح، لن تبلغ المجد، ما راح تنجح حتى تلعق الصبره. اذا ما تذوق الصبر بعينك، المر بعينك وتذوق المر، إلا تنجح. إيش بيكم طلابنا الأعزاء؟ إيش بيكم بعض الطلاب يعني بس يبكي ويتظلم؟ إخوان يعني أنتوا أبطال، أنتوا أبطال والله العظيم، أنت بطل. لا تخلي مستقبلك يضيع بسبب شخص سيء أو بسبب صديقة إلك أو صديقة إلك وتضيع مستقبلك. أخي العزيز هذا مستقبلك، تعرف شنو مستقبلك؟ باشر انت يا اما تصير انسان ناجح والناس تتفاخر بيك قدام اهلك وقدام عشيرتك وقدام ابوك وامك وابنائك، او تكون انسان فاشل حشس سامع حاله حال اي شخص يدور شغل بالشارع ويتظلم يقول شغل ماكو، ويجيك واحد يقول لك استاذ ماكو شغل بالعراق والتعيين ماكو بالعراق. ابشرك كل الدول ما بيها تعيين وكل الدول تبكي، والله العظيم انا اللي احكي وياك سافرت لاكثر من دولة، رحت على تركيا يتبشبشون الأتراك ويحشون على النظام التركي، دول الخليج، هاي دول الخليج أكو ناس تحكي على النظام الحاكم ويقولك ها والله ظلم والنظام الفلاني والنظام الثاني، هواي دول، الأردن، هواي دول بالعالم يبكي وتظلم. فالموضوع ترى عام، لا عبالك بس أنت بالعراق، فأنت أخذ شهادة على مود تقدر تثقف بها نفسك وتحصل لك بها شغل خارج التعيين، مو شرط تحصل التعيين. أخذ تعلم، أخذ تعلم شهادة، ادرس، غير فكرك، غير فكرك، أحسن مما تكون إنسان جاهل حش السامع الظل مقضيها هنا وهناك. أخذ لك شهادة، ادرس، تعلم، درس خصوصي، اشتغل مدارس، شركات، تعلم يا أخوان. زين، فهذا اللي حبي أقول لكم إياه، فلا تخلون مستقبلكم يضيع. وصدقوني الشخص اللي راح يتظلم ويقول ماكو تعيين هو نفسه اللي ما راح يلقى شغل، لان هو اصلا مأيس، هو مدى يدرس مو سبب بالشهادة، يعني على اساس لو قالوا لك بس التعين بس التخرج، او اذا قالوا لك اكو تعيين راح تدرس، لا والله مو هذا السبب، السبب انت مالك واس باكر وانت تتخرج من قسم اللغة الانجليزية وما تعرف تقرا انجليزي، فشنو فائدة الوظيفة؟ انت نفسك اللي تبكي وتقول ماكو وظيفة، انت نفسك ما تدرس، انت ما تدرس، السبب مو بالنتيجة، السبب مو بالشهادة ولا بالوظيفة، لا والله السبب انت مالك واس، مقنع نفسك بهاي الفكرة. المهم طلابنا الأعزاء، احب اقول لك عيد افكاركم، انتبهوا على مستقبلكم ومستقبل اهلكم، لان انت راح تكون صاحب شأن بالمستقبل، انت راح تكون صاحب شأن، بس هاي احب اقول لك اياها، راح تكون صاحب عائلة، راح تكون اسم على منطقتك أو على عائلتك. أحسن ما تكون إنسان فاشل تكون إنسان ناجح، بس حبيت أقول لك يا هاي.
احسن مما تكون ترافج لك شخص مضيع وقته هنا وهناك، رافج لك شخص بيحظ وتستفاد من عنده ويعلمك عزين. بس هاي احب اقول لك اياه وبراحتكم، بس انت اللي راح تضر. على العموم نبدي طلابنا الاعزاء، بعد ما حكينا شويه هذا الكلام اعتذر، بس هاي على مود مصلحتكم، ما احب اضيع وقتكم، ولكن هذا الموضوع مهم. طيب نبدي بزمن المضارع المستمر، هذا الواجب. كيلي ريد بوك، اكو طلاب ناسين الاز، اكو طلاب ناسين الاي ان جي، راح يصير كيلي از ريدينج، از ريدينج. I watch TV. I am watching TV. بالنفي I am not watching TV. بالسؤال Am I watching TV? They study English. They are studying English. Tom is exercising. الإي تنحذف يا طلاب، الإي تنحذف. الإي تنحذف. Tom is not exercising. بالسؤال Is Tom exercising? طبعا بالسؤال تحذف النات. هنا عندك هاي مارو اند اي ار سيتنج، التي تكررها. عندك اليوز يو اند بيل ار يوزنج، والاي تحذفها ايضا. ماي مام از كوكينج، ماي مام از كوكينج، ماي مام از كوكينج، ماي بالنفي ماي مام از نوت كوكينج. جوليت، جوليت از ترافلينج، رامي وجوليت تعرفونهم، is traveling is not traveling is جوليت traveling. هذا هو الحل. طبعا بعض الطلاب حالين حل صحيح عاشت ايدهم. طيب وهذا ايضا حليناه وتدربنا عليه، هذا هو تدريب اليوم. المحاضرة الخامسة عندنا مجموعة ايضا من الافعال تنحفظ اليوم. بالمحاضرة الخامسة راح يكون عندك 60 إلى 50 فعل شاذ راح تحفظ، راح تحفظ 60 فعل شاذ من 51 الى 60 فعل شاذ. يعني اليوم انت راح تكون حافظ 60 فعل ما بين شاذة وما بين افعال عامة، وهذا الشيء جميل جدا. فالف مبروك لكم الطلاب اللي ملتزمين ومتابعين، وصلتوا لهاي المرحلة ويانا بهاي الدورة، والله انكم ابطال وتستاهلون كل الخير، فبارك الله بكم. طيب نجي اليوم نحكي عن زمن الماضي المستمر. القاعدة مالته فاعل زائد was أو were زائد فعل بي ان جي زائد تكملة، واعتقد الموضوع صار بسيط. واعتقد كلكم صرتوا تعرفون هذا الزمن، فاعل زائد was أو were زائد فعل بي ان جي زائد تكملة. ما شاء الله عليكم صرتوا تسيطرون على الأزمنة بسبب فهمكم الجيد للأفعال. فاعل زائد was أو were زائد فعل بي ان جي زائد تكملة، مثال عليها I was playing football. طبعا نرجع على الأفعال اللي على الأخذناهن، الأفعال اللي امتحنتوا بهن اليوم، ونطبق عليهن هاي الأزمنة. عندك هذن الأفعال تقدر تطبق عليهن هاي الأزمنة، وعندك الأفعال اللي أخذناها. طيب خلينا نحل هذا الواجب بزمن الماضي المستمر. يلا يا أبطال هذا التمرين، أريدك تحل هاي النقطة بزمن الماضي المستمر. أعتقد الموضوع صار بسيط، وأنتم هسا أبطال. بحالة النفي تخلي نوت، حالة السؤال تخلي الواز والوير بالبداية. الواز ويا المفرد والوير ويا الجمع، الواز ويا المفرد والوير ويا الجمع. يلا شو راح يصير؟ جاوبونا بالتعليقات يا أبطال. طبعا أكو طلاب قالوا أستاذ ممكن تعيد لنا الزمن، الخاطركم راح أعيد لك الزمن مرة أخرى، انتبه يمي زين. الأفعال ذن لا تنسى تحفظهن. dig dug divide يقسم do يعمل draw يرسم dream drink drive drop eat end. هاي الافعال ينحفظا. زمن الماضي المستمر القاعده مالته فاعل زائد was aware زائد فعل ing زائد تكمله. مثال عليها I was playing football. على eating I was eating dolma. والله العظيم صدق كني تاكل dolma اني، والله I was eating dolma، صدق والله العظيم احكي لكم صدق I was eating dolma. تمام I was eating dolma. الله يسلمك حبيبي، الله يخليك. I was eating dolma. يوم كله اكل عراقي طبعا،
يعني اليوم انا ما اكلت دولمه، طبعا انا اليوم ما اكلت برياني، اكلت دولمه، فاذا اريد اسويها نفي اقول I was not eating برياني، انا ما كنت اكل برياني، I was not eating برياني، بس اهل يعني اخويا كان ياكل برياني، راح اقول My brother was eating برياني، My brother was eating برياني، كان ياكل برياني. طيب drink يشرب، طبعا يعني اني هسه بهاي اللحظه قاعد اشرب مي، I am drinking water، I am drinking water، تمام. يعني من صار الحدث بالماضي وانتهى، من كنت استمريت بالشرب اني بالماضي، كنت اشرب مي هسه قبل شويه، استمراريه بالماضي، فش راح اقول؟ راح اقول I was drinking water، انا كنت اشرب مي بالماضي. زين احنا قاعد نحكي عن زمن الماضي المستمر. واحد راح يسالني يقول لي استاذ شنو الفرق ما بين الماضي المستمر والماضي البسيط؟ طيب طلابنا الاعزاء، الماضي المستمر هو ماضي استمر بالماضي، ففعل استم بالماضي استمر يعني باستمراريه. اما اما الماضي البسيط ما باستمراريه، الحدث تم بالماضي بدون استمراريه. يعني مثلا I cut my finger. أنا جرحت إصبعي. Yesterday I cut my finger. والله البارحة جرحت إصبعي. هذا حدث ما بيستمرارية. أكو واحد يظل يجرح إصبعه لمدة ساعتين. هذا حدث بالماضي انتهى. طيب بس من أقول I was watching TV. أنا كنت أشاهد التلفزيون. استمريت بالماضي. هذا استمرارية. فهذا هو الفرق ما بين زمن الماضي المستمر وزمن الماضي البسيط. طيب حالة النفي was not، حالة السؤال نخلي الوير والواز بالبداية. طبعا لا تنسون الاي الهي والشي والات والاي تاخذ الواز، والبقية ياخذون الوير، طبعا هذا الواجب ايضا تقدرون تحلونه. وهسه ان شاء الله عندنا هنا تدريبات، هذا التدريب الاول اللي قلت لك، الان غير الضمائر الموجوده في الاسئله ادنى، وضع مره هي ثم ذي ومع تغيير ادوات السؤال حسب الجمله. طيب هنا where was he going، هاي حدث بالماضي، اين هو كان يذهب، اريد اقول اين كان يدرس، طلابنا الاعزاء انا دا اقول اين كان مفرد، ما دا اقول وير، دا اقول للمفرد اين كان هو يدرس، where was he studying. طيب اريد اقول اساي where was he going، اين كان يذهب، اريد اقول متى كان يذهب، احنا متى، هو كان يذهب، وين واز هي جوينج. احسنتم، متى كان يذهب، اريد اقول ماذا كان ياكل بالماضي، what was he eating. ماذا كان ياكل. طيب هنا طلابنا الاعزاء هو ليش مستخدم الواز، لان مفرد لو كان جمع كان استخدم الوير، فهنا قايل لك where was he going، اذا اريد اسال عنهم they اقول where were they going. اذا اريد اشوف هنا عندك الجمله رقم 3 قايل لك how were your children getting alone. زين هسه اذا اريد اقول
طيب هسه على سبيل المثال مثلا اعطيكم مثال. لما يقول لك مثال مثلا طبعا هذا واجب هم لازم تحلونه، هذا الواجب هم لازم تحلونه وتغيرون بي. مثلا هنا بدال الوير يعني بدال الجمل هنا تغيرون. مثلا هنا what was your cat eating، ماذا كانت تأكل القطة مالتك. هنا أقول what was your brother eating، ماذا كان يأكل أخوك. بدال القطة خلي a brother أخوك. النوب خلي your child طفلك. النوب خلي why. النوب how. النوب وين متى. النوب وير أين. غير بيهن، ابدع 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 بالأدوات ذني. يعني انتو بدون ما انا اقول لك انت خلاص انت جاي تتعلم انجليزي، هاي ادوات السؤال كلهم نحفظهم. what was your يعني what was your cat eating، ماذا كانت تاكل قطتك. ماذا كان ياكل اخوك. مثلا ماذا كان يدرس اخوك. بدل your cat اخلي brother. what was your brother studying، ماذا كان يدرس اخوك. what was your father working، ماذا كان يعمل والدك. اغير بالجمل ذني، اني افعالي عندي وجمل عندي وزمن عندي، شنو المشكله بعد؟ خلاص اقدر اكون جمله، اقدر اكون جمله. زين يقول لك how was your car، how was your new car working، كيف تعمل سيارتك الجديده. اريد اقول شلون يعمل تليفونك الجديد. بدال الكار راح ابدل تليفون، راح اقول how was your فون سيل فون او فون وركينج، شلون تليفونك. اريد اسال عن الكمبيوتر اقول هاو واز يور بي سي او كمبيوتر وركينج، شلون يشتغل الكمبيوتر مالتك. اريد اسال عن الغساله، اريد اي شيء بس اغير الفاعل. اذا اريد اغير الفعل اغير الفعل اللي بي اي ان جي، والفاعل هذا الفاعل اغيره بس. ومثلا What was the policeman telling us؟ أقول لك هذا رجل الشرطة إيش كان يخبرنا. What was the policeman telling us؟ أريد أقول ماذا يخبرنا الأستاذ، راح أقول What was the teacher telling us؟ أقول What was the teacher telling us؟ أريد أقول إيش كان يقول لنا أبونا، أبويا كان يحكي على شنو. أقول What was my father telling us، what was my father telling us، ما الذي كان يخبرنا به والدنا. شوف هذين الجمل غير بيهن واخذ من الافعال اللي عندنا وادوات السؤال اللي عندك، غير بيهن وتدرب. طيب شوف هنا عندك هذا تدريب حلو، هاي قصه هاي القصه اريدك تحليها بزمن الماضي. طبعا الواجب هذا طلاب، الواجب هو التدريبات، واجبكم صفحه 26 مو هذا، هذا ما اريده، هذا الواجب ما اريده، هذا هيجي تحله لك انت تدرب بي. الواجب مالتك هذول التدريبات تحليها بدفتر وتدز لي اياها، هذا واجبك. واجبك صفحه 26 تبليغ للكل، الواجب صفحه 26، الواجب صفحه 26، الواجب صفحه 26. شوف هنا last year I go to Russia، هاي الجمله قايل لك سويها ماضي مستمر، يلا من يقدر يسويها؟ يلا حلوا لي اياها. هذا نعم بس لا ما اريد حاله النفي وحاله المثبت والسؤال، فقط حل بس اريدك تحل اياها، لان انت خلاص ما شاء الله تمكنت من الماده. يعني هذا السؤال هنا وير واز هي جوينج، غير لي بالادوات. وهذا السؤال الثاني جاوبه وير واز ذا فلاينج تو، الى اين كانت تغادر الطياره. قل له مثلا to تركيا to أربيل. where was he going، أين كان هو يذهب. مثلا تقول he was going to بصرة. how were your children getting along، جاوبك كيفك. هذا جواب من عندك، ترجم وتعلم بالإنجليزي وأنت جاوب. ما أريد أجوبة متشابهة، هاي last year I got your أحسنتم، طبعا عاشت يدكم، جواب صحيح، تعليقات كلها صحيحة، الحل الصحيح I last year I was going to Russia، I was going to
Russia. هنا هاي راح يصير we were going, we were going and staying and staying. تحلوا لهاي الجملة كلها هذا الواجب إن شاء الله. وأيضا إن شاء الله راح يكون أكو امتحان بالمحاضرة القادمة بنهاية الدورة بنهاية العفو المحاضرة لهذا اليوم. أحب أحكي لكم موقف واحد وشي صار وياي. طلابنا الأعزاء هاي السالفة راح أسولف لكم إياها وأريد الكل يسمعها. فديوم من الأيام كان أكو شخص اسمه يوسف. هذا يوسف هو يشتغل تكرم يعني يصبغ أحذية باب الجامع. وهذا القصة يعني مو من خيال، هذا من أرض الواقع وعندي أدلة عليها وإثباتات. اسمه يوسف، طفل ولد شاب عمره تقريبا 17-19 سنة، هيك شيء 17-19 سنة. هذا يوسف يشتغل يصبغ أحذية باب الجامعة، باب جامعة بغداد. فهو يشوف الطلاب دائما تروح وتجي وشوف البيئة شلونها وشوف الناس شلون محترمة، فانقهر داخله. قال شوف هاي الناس شلونهم، يعني ما شاء الله عاف شغلة صبغ الأحذية وراح قدم ثالث متوسط. والله يا أخوان هذا كلام من أرض الواقع، والله لا من قصص الخيال ولا إشي، والله العظيم من أرض الواقع. قدم خارجي ثالث متوسط ونجح، بعده يشتغل يصبغ أحذية وظل يقرأ وحضر للسادس وامتحن خارجي سادس ونجح من السادس. بعد سنتين يقدم ويرسب سنتين ونجح من السادس خارجي، وهو بعد يصبغ أحذية ودخل بجامعة بغداد كلية التربية ابن الرشد قسم اللغة الإنجليزية. هذا الحكي 2006-2007 وتخرج من الجامعة 2011 كمل ماجستير كمل دكتوراه. والله يا أخوان 2015-2016 ثلاث أشخاص يركضون وراء طلاب هو يقولهم بعدين. والله يا أخوان هذا الشخص اللي كان يصبغ أحذية هسه هو دكتور يوسف بقسم بغداد، درس بخريج بغداد، ما أعرف وين هسه هو، بيا جامعة. ولكن والله يا أخوان هذه قصته، يعني صباغ الأحذية يدرس ويتعلم ويتثقف ويصير دكتور بجامعة، وأنت بعدك لحد الآن مالك واهس تقرأ ولا تحضر محاضرة وتشكي. والله يا أخوان صباغ أحذية صار دكتور. أنت تعرف شنو يعني صباغ أحذية؟ هاي وحدة. أحكي لكم سالفة ثانية قبل لا أروح. والله يا أخوان هاي السالفة الثانية صارت وياي شخصيا. عمي اسمه محمود، عمي اسمه محمود علي، أنا اسمي محمد نجم علي، عمي اسمه محمود علي اللي هو عمي أخو أبوي. هذا الشخص يعني عنده 5 أطفال، قدم خارجي ثالث متوسط ونجح من الثالث متوسط بعد سنتين، وقدم سادس ونجح، وكل الدنيا تضحك عليه، كل الدنيا تستهزئ بي. وقدم وراح للجامعة. نعم طلابنا الأعزاء، يعني هذا الشخص اللي يحكي لكم عنه عمي أخو أبوي، قدم خارجي سادس وثالث متوسط ونجح من الثالث وراح سادس وقدم جامعة كمل، والسنة قدم ماجستير. والله العظيم كان عمي، هو عمي كان يبيع فلافل، وكانت الناس تصيح له أبو الفلافل، يسمونه محمود أبو الفلافل. هو عمي محمود أبو الفلافل اللي هو عمي، والله العظيم يا أخو